السلام عليكم شلون الطلاب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم نكمل شرح الجزء الثاني من ليكتشر 9 اللي بلشنا به بتحضير الأمين. عرفنا طرق تحضير الأمين وخذنا تحضير الأمين inside of the body اللي هو باللايفنج سيستم. راح نكمل ناخذ الرياكشن of the amine. رياكشن of the amine. قبل ما نعرف شنو تفاعلات الأمين، هل الأمين يصنف أسيد أور بيس؟ نجي نعرف هل هو يصنف أسيد أو بيس. شو نعرف؟ قبلها خلينا نعرف الأسيد وخلينا نعرف البيسز. شنو البيسز؟ شنو الأسيد؟ الأسيد قابلية هذا المركب على إعطاء الH، قابلية هذا المركب على إعطاء الهيدروجين، تمام؟ البيس قابلية هذا المركب على اكتساب البروتون، تمام، إلى استقبال البروتون. إذن البيس بما أنه يستقبل البروتون، إذن هو يحتوي على 2 إلكترون بالأوتر سيرفيس، يعني بالغشاء الخارجي، تمام. المركب الذي يحتوي على الكترونين غير مشاركة بالتفاعل يعتبر بيس. ليش؟ يعني القابلية انه يرتبط مع بروتون، لان بروتون شو متفقين عليه؟ هو بوزيتيفلي تشارج والالكترون نيجاتيف تشارج، فيصير بهم ارتباط. النيتروجين حقيقة سواء بارتباط H او يرتبط بثلاث آرات او ثلاث اتشات، المهم ايا كان، الامين يحتوي على 2 الكترون جروب، 2 الكترون، 2 الكترونز، 2 بير اوف او 1 بير اوف الكترون، يسموه انشيرد، غير مشارك، حر. هذا الى القابليه انه يتفاعل مع هيدروجين، تمام. اذا يصنف الامين كبيس، تمام. شو يقول بالرياكشن اوف ذا امين؟ حسنا قرات فهمتوا ليش صنفناه بيس؟ هاي حسب قاعده اتوقع العالم لويس. Like ammonia, three classes of the amine contain nitrogen that pair of the unshared pair of electron. طبعا three classes يعني البرايمري والسكندري والتيرشري. مو تحتوي على نيتروجين، النيتروجين يحتوي على one pair. One pair يعني زوجة، زوج واحد العفو من الالكترونات الغير مشاركة. Result amine closely resembling ammonia in chemical properties. Tends the nitrogen to share this pair of the electron. Underlying entry chemical behavior of the amine, the basicity action as can nucleophiles and unusually high reactivity aromatic ring bear ammonia and substituted ammonia group. تمام؟ هسه شو عرفنا؟ هو basicity. زين. إذن هو يتفاعل، هو ممكن ينضاف له بروتون. Basicity of the amine يقول لك like ammonia. Amine are converted into their salt by aqueous mineral acid. يعني الأمونيا أو الأمين من يتفاعل ويا أسيد الهيدرونيوم أيون يسمي أسيد، شو ينطي؟ ينطي salt. اتفقنا؟ ينطي صوت. هذا شنو هو؟ هذا امين. الامين الى القابليه على استقبال هيدروجين من الاسيد لانه بيس، زائدا H2O، تمام. طبعا يعتبر سترونج بيس. اذا جينا وفاعلنا الامين الامونيا هاي الأمونيا، مو الأمين، الأمونيا ويا مثلا NaOH، تمام، أي مركب هو بيس، هذا هسه صار أسيد. شوف هو مو كان بيس، من يتفاعل ويا H شي نطع؟ نطع أمونيا. هذا من كان بيس يتحول الى كونجيكيتد، يسموه اسيد
قرين تمام. من نقارن الاسيديتي او البيسيتي لهذا ولهذا، هذا اعلى تمام. اذا هذا راح يعتبر البيس، ترباركم. اذا هذا له القابليه على انه ياخذ الاتش هنا، فراح يرجع RnH2 زائد صوديوم زائد ماء، صح؟ صح. اذا الامين هو قاعدي، والامونيا ترى تعتبر قاعديتها جدا ضعيفه، لذلك تميل انها تكون اسيد تمام. We found it convenient to compare acidity of the carboxylic acid by measuring extend the give hydrogen ion to water and the equilibrium constant of this reaction called acidity constant. تمام. يقول لك شلون عندي انا اقيس او اقارن الاسيديتي مال كاربوكسيليك اسيد؟ قابلية هذا المركب على اعطاء ال H in water. يعني شنو؟ من اجي اجيب من عفوا من اجي اجيب الاسيد احطه بالووتر، راح يفقد ال H. قابلية فقدانه لل H او عدد الهيدروجينات اللي راح ينطيها للماء هو تبين هل هو اسيديتي قوية لو ضعيفة. ومن اللي يقيس لي اياها؟ يقيس لي اياها اللي يسموها الكونستانت، اللي هي ثابت تفكك القاعدة الضعيفة وثابت تفكك الحامض الضعيف. اكيد ماخذيه بالسادس تمام. مثلا خلينا ناخذ الامين. شوف الامين هو قاعدي صح، من افاعله ويا ماء ايش راح ينطي؟ طبعا دائما الضعفاء القواعد او الحوامض يعني بسهمين، راح ياخذ H من الماء صح؟ صح. طبعا الماء يسلك سلوك امفوتيري، اما يكون اسيد او بيس. في حالة المركب بده يتفاعل وياه هو بيس يعتبر الماء اسيد، والعكس صحيح تمام. هاي الصفة يعني اكيد تعرفها. هسه فاعلنا بيس، اذا اخذ ثابت تفكك القاعدة وليس الحمض، انه بيس كي بي بي بيس يساوي المتفاعلات النواتج العفو تراكيز النواتج على تراكيز المتفاعلات. طبعا المي ما ينكتب دائما لان يعتبر ثابت تمام. هاي معادلة يسموها الكي بي تمام. يعني هاي بس تذكير بالسادس شنو اخذته من تفكك الحامض او القاعدة الضعيفة. طبعا الكي اي نفس الشيء بس للاسيد، فقط للاسيد يستخدم. النيوكليوفيليسيتي اوف ذا امين، شنو النيوكليوفيليسيتي؟ النيوكليوفيل والالكتروفيل. النيوكليوفيل نيوكليوفيليسيتي، نيوكليوفيليسيتي تمام ابن الالكتروفيليسيتي. شنو اقصد بالنيوكليوفيل؟ النيوكليوفيل هو المركبات التي تحتوي على فائض من الالكترونات، يسموها النيوكليوفيليسيتي. هذه المركبات لها القابليه على اكتساب بروتونات لتكون اكثر استقرارا تمام. كفكره الالكتروفيليسيتي مركبات مو تحتوي على الكترون، من اسم الالكتروفيليسيتي تريد الكترونات، فلذلك تفقد البروتون حتى تكتسب الالكترون. يقول لك الامين يعتبر نيوكليوفيليسي، طبعا الامين يعتبر نيوكليوفيليسي لانه يحتوي على بير اوف ذا الكترون موجود. مو شوفناكم شوفنا هذا هنا نلاقي بير اوف انشرد اوف الكترون. يقول امونيا اند اور امونيا هو نفس الشيء طبعا. ديريفاتيفز اكت اس كنيوكليوفايل توورز ساتوريتد كربون، تعتبر نيوكليوفايل من تجي تتفاعل ويا كربونات مشبعه يعني الكان. That is carbon bonded to four atoms or group. Ammonia primary amine, secondary amine also act canucleophile toward carbon group. شوف إذا تذكرون من أخذنا الكربونيل جروب، تذكرون هذه التفاعلات مع الكربونيل جروب أخذناها حقيقة ما أستذكر الملزمة. مركبات الكربونيل اللي هي طبعا ممكن كاربوكسيليك اسيد، ممكن يكون استر، ممكن يكون كيتون تمام. من افعال وياها ال RnH2، شوف هذا يسلك سلوك نيوكليوفيل، لذلك ايش راح يصير؟ راح يصير سبستيوشن على هاي الحركه. شوف النيوكليوفيل هو شنو عنده؟ عنده زوج اوف الكترون. هذا الالكترون يعتبر شنو؟ نيجاتيفلي تشارج صح؟ صح.
النيجاتيفلي تشارج الى القابليه على ارتباط مع البوزيتيف تشارج، هذا نيجاتيف تشارج وهذا بوزيتيف تشارج، مثل ما شرحناها تتذكرون بالملازم قلنا هذا صاحب الالكترونات فصير الالكترونات هنا فيصير نيجاتيفلي تشارج، هذا يفقد الالكترونات فيصير بوزيتيف تشارج، يجي يصير سبستيوشن. شوف الانتج هنا أنا. تمام، والواي تطلع ويا اتش، الواي سواء كانت او اتش اذا كان كاربوكسيليك اسيد او اتش في حاله الالديهايد، فيطلع اتش واي زائد R C double point O N H R، صح لأن H راح. هذا المركب شو يسموه؟ أمايد. شو تشلون صار التفاعل؟ إذا يعتبر نيوكليوفيل، نيوكليوفيل إذا قابلية على الارتباط مع مركب يكون positively charged. In the reaction, the nitrogen replaces group Y on carbon of carbonyl group to form of amide. Only ammonia primary amine and secondary amine react in this way. يعني يقول لك فقط the primary, تمام؟ اللي هو NH2 وفقط الأمين اللي هو NH3 الأمونيا. والأمين الثانوي إلى القابلية إنه هذا يسوي تفاعل، بس الأمين الثالثي لا، ليش؟ لان ما عنده اتش، تمام؟ فدير بالكم انتبهوا على هالمعلومه مهمه. ومنطينا اكزامبل، شوف ناخذ اخذنا اكزامبل، راح ناخذ اكزامبل على اليمين على الاستر. استر جبنا استر جروب، فعندنا هذا الاستر جروب مع ان اتش 3 اللي هو شنو هو؟ مع ان اتش 3 صح؟ أمونيا، الأمونيا اللي حق تتفاعل، نعم الأمونيا راح تنطي H، H يجي H يتفاعل ويا هذا المركب فيكون O H CH3 صح؟ صح زائد R C double point O N H2 لأن انطت H فصار أمايد، هذا مركب أمايد وهذا مركب كحولي. شوف هنا هو بوزيتيف تشارج وهنا نيجاتيف، وهنا عندي نيجاتيف، فجت النيجاتيف هاي نيجاتيف تفاعلت ويا البوزيتيف، تمام؟ اتفقنا؟ هذا التفاعلات تصير ان ذا لايننج سيستم، ممكن تصير داخل الجسم. امين ار كونفرتد انتو امايد باي سيميلر انزيم كاتاليز ريأكشن، بواسطة انزيم يسموه انزيم كاتاليز ريأكشن اللي هو هذا. Reaction occur between amine and compound يدعى يصير التفاعل بين الأمين وبين مركبات يسموها acetyl coenzyme A، مش راح ناخذها هاي بالحياتية ونفصلها تفصيل ممل. شلون يصير التفاعل؟ يصير التفاعل كالآتي، أنا عندي إنزيم أنا أحتاجه حتى أكون أمين، راح تقول الآن وين أحتاج الأمين؟ شوف الأمين أحتاجه بالجسم حتى أكون أمينو جروب، الأمينو جروب تحتاج إنه ترتبط مع بعضها تكون بروتين اللي هو يكون عضلاتك وكبدك والدنيا كلها. فأنا جدا مهم هذا التفاعل، شوف هو CH3 هذا يسموه كو أسيتيل كو أي إنزيم أي، هذا كو إنزيم أي نعم، هذا مهم جدا لأن هذا إن شاء الله راح يرافقكم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، مهم جدا هذا الإنزيم. من يجي يتفاعل بـ NH مثلا 3 صح؟ أو NHR مو مشكلة، خلي أمين، خلي أمين أولي مو مشكلة، NH2R يجي H يتفاعل ويا ذني فيصير S HS CoA زائدا CH3 C double point O N H R صح؟ صح خلاص كون لي أمين. هذا المركب الألم، هذا المركب شو يسموه؟ يسموه أمايد جروب، تمام؟ مهم جدا في عملية تكوين الأمين مستقبلا، وبعدين راح يكون لي الأمين جروب وبعدين يدخل في تكوين البروتينات، هذا مهم جدا. إلى حد هنا طبعا من زمان التاسع خلصت إن شاء الله، أقروها إن شاء الله، يعني هي ما بتكون جدا سهلة، هي بيها صعوبة بس أنتوا إن شاء الله قدها. إذا عندكم سؤال عن حاضر، أعتذر طبعا تأخرت بتنزيل هاي الملزمة، المحاضرة كان عندي التزامات وامتحانات حقيقة، وتقريبا هسه يلا خلصت امتحانات فاعذروني، والملزمة إن شاء الله وإيش تحتاجون أنا حاضر. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم.